السلام عليكم. قصة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، الناس بيفتكروها لسه قصة جديدة. القصة دي تعتبر من أقدم القصص اللي كانت مشهورة بالخيانة الزوجية، اللي اترفع فيها أشهر محامين مصر وأحد أشهر الناس اللي ترفعوا في قضايا مهمة جدا، وكان برضو نقيب المحامين. القضية بترجع لأكتر من 20 سنة أو أكتر. الشخص اللي نزل من الأرياف وقرر ان هو يعيش في المدينة، قرر ان هو ينهي حياة الريف بتاعته ويروح الحياة المليئة بالمغامرات والصخب وأكل العيش، اتجه للقاهرة. أول ما نزل على طول كان معاه مهنة الميكانيكا، يعني كان شاطر في ميكانيكا السيارات، اشتغل في ورشة سيارات. الراجل بتاع ورشة السيارات حبه جدا جدا، وما كانش عنده أولاد، تبناه كابنه وخلاه يمسك الورشة كأنه واحد من أفراد عائلته، بل وأكتر من كده بكتير، زي ما قلنا كان بمثابة ابنه. المهم الشاب ده رعى ربنا في الراجل ده، وبالفعل الراجل اداله كل حاجة هو بيمتلكها. اشتغل في الورشة ومسك الورشة وكسب منها جدا جدا جدا، وكانت ورشة كبيرة جدا في الوقت ده، والناس انشهرت قوي بسبب شغلها الكفء وشغلها الكويس ونزاهتهم في المعاملة مع الزبائن. المهم بعد فترة صاحب الورش توفى. فوجئ بعد كده الراجل اللي شغال عنده او الشاب اللي جه من الريف ان الورشة دي الكبيرة جدا مكتوبة باسمه فقط لا غير، ومش مكتوبة لأي حد تاني. المهم عدت السنون والدنيا اتظبطت مع الراجل، وصاحب الورشة الجديد بقى من أشهر الناس اللي عندهم ورش في مجال تصليح السيارات. ربنا كرم عليه وربنا فتح عليه، والرزق كان زي ما بيقولوا من كل الأبواب كان بالنسبة له مفتوح. قرر ان هو يتجوز حب عمره، البنت اللي قلبها أو اللي قلبه عشاها، وقد كان اتجوزها، وأثمرت النتيجة بتاع بعد جوازهم عن وجود 3 شابات أو 3 أطفال كبروا وترعرعوا قدامه، والدنيا كانت زي الفل، مكانش فيه أي مشكلة، لغاية فترة معينة لما الأب انتقل من مكان للمعيشة لمكان تاني، بنى فيلا من عرقه وشقى حياته طول عمره. الفيلا كانت جميلة عليهم كلهم. المهم بعد فترة جه للبنت عريس علشان يخطبها. اللي حصل الزوجة تعبت، جوزها ملقاش اي حد يلجأ له او يروح له، قالت له شوف الفلاني الفلاني الدكتور اللي مقيم في الفيلا اللي قدامنا، اسأله وهاته بسرعة، دي مراته اللي هي كانت في الوقت ده بتموت. جري جوزها على طول، نزل ليه على طول، انت فلان الفلاني الدكتور؟ قال له ايوه. قال له الحق مراتي تعبانة جدا، معلش هنتعبك، تعال عندنا البيت علشان تشوف فيه ايه. نزل الطبيب معاه ودخل البيت بتاعه، وقد كان الموضوع كله هيبتدي في ايه. المهم الطبيب دخل البيت عالج الست، الست قامت زي القردة. بعدها على طول بعد اقل من فترة قريبة، اقل من 10 ايام، الطبيب ده راح بعد كده علشان يروح يخطب بنت الراجل ده. الام طبعا وافقت على طول في الحال، والبنت قالت مفيش اي مشكلة مدام الاب والام موافقين على حاجة زي كده. خطبها. بعد فترة حس الاب ان البنت متغيرة تجاه خطبها بنسبة 1000000%. بدأ ان هو يسألها خير في ايه، ما رضيتش تجاوبه على اي حاجة، ولكن كل اللي قالته له انا كل ما بشوفه او بشوف اسمه او حتى بيعدي من قدام البيت ناحية المقابلة بالصدفة انا بتضايق وبتجيلي حالة حزن شديدة. الاب ما فهمش اي حاجة في الموضوع ده كله، ولكن بعد ايام بسيطة وعدم اجباره على التكملة في الموضوع ده، ولكن قال لها فكري شوية، لقى جواب جاي له في الورشة اللي هو قاعد فيها، مكتوب في فحوى الجواب ان مراتك بتخونك مع الطبيب اللي ساكن قدامكم في العمارة او في الفيلا المجاورة،
ومراتك بتخونك معاه قدلها فترة. وللعلم الراجل ده خطب الست دي او خطب بنتك علشان هو مرتبط مع مراتك بعلاقة عاطفية، ومراتك هي اللي دخلت الراجل ده البيت. كل الحاجات دي على فكرة وقائع وحصلت بالفعل. الزوج كل اللي عمله حاجة واحدة، كتم في نفسه وحط جواه كل الليلة دي كلها، وقرر ان هو يسيب الفيلا بتاعته اللي هو بناها بالشقة بتاعه ويروح يأجر تاني شقة في منطقة الهرم، وبالفعل عمل كده. ولكن بالرغم من ده كله كانت مراته نزلت خلاص في زبالة الرذيلة. يعني كانت بتقابل الطبيب والدكتور ده كل فترة والتانية ومش قادرة تبعد عنه. بالرغم من ان الزوج تأكد تماما في وجود علاقة غير شرعية ما بين الراجل ده اللي هو خطيب بنته والدكتور اللي هو عالج مراته وما بين مراته، الا انه حاول ان هو يلم الامور بشتى الطرق، كل ده علشان ولاده وعلشان ما ينهيش دنيته بايديه وعلشان حاجات كتيرة جدا. لغاية لما جه في يوم من الايام قرر ان هو يواجه مراته، بالرغم ان هي انتقلوا من بيت تاني او من الفيلا لمكان تاني، وقرر في وقتها ان هو يواجهها. المهم واجهته، كل اللي قالته له كلمة واحدة، قالت له انا مش عايزاك، انا فعلا بحب الشخص فلان الفلاني وعاوزاه ومرتبطة بيه نفسيا وعاطفيا ومش هقدر ان انا استغنى عنه. رقم واحد. رقم اتنين، قالت له لو عايز مفاجأة تاني كمان خد المفاجأة التانية، انا اللي جبته علشان يخطب بنتنا علشان يدخل البيت وتبقى في مجال اكتر لرؤيته. دي رقم اتنين. رقم تلاتة، المفاجأة التالتة اللي مقدرش يسمعها الزوج، ان هي كانت بتخونه من فترة طويلة جدا، من قبل كمان ما يبقى في اي حاجة ما بينهم. المهم الزوج مقدرش يستحمل اي حاجة من الكلام ده كله، مسك سكينة معينة كان في الوقت ده كان جايب تورتاية وكان هيجي صالح مراته اللي هي اصلا بتخونه. ولكن لما قالت له كل الحاجات دي كلها مسك السكينة اللي هو كان هيقطع بيها التورتة وغرزها في صدرها لغاية لما توفت في الحال. والموضوع خلاص، والموضوع من الالف للياء عارف رئيس المباحث، لان الراجل اعترف على نفسه بكل حاجة. تحريات المباحث كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة للزوج، ولكن المحامي او نقيب المحامين او اشهر المحامين في التحريات بتاعته جاب المفاجآت التالية. رقم واحد، ما كانش طبيب، كان واحد عاطل، والزوجة اللي قتلها جوزها اللي خانت جوزها كانت جايباه يعيش قدامها في الفيلا المجاورة او اللي قدامهم علشان يبقى قدام عينيها طول الوقت. وكل فترة والتانية كان الشاب ده بيبتز حبيبته انه ما معوش فلوس، فكانت بتديله فلوس علشان يقعد في المكان ده ويقدر يصرف على نفسه. موضوع الطبيب مش دكتور نهائيا، ده واحد فاشل من ساسه لراسه. دي كانت المفاجأة الاولانية بالنسبة للزوج، رقم واحد. رقم اتنين، المفاجأة التانية اللي احنا مكناش قادرين نصدقها، ان الراجل ده ممكن يطلع براءة بعد ما دخل السجن وقعد اكتر من سنة. السنة قضاها جوه السجن، السنة اللي قضاها بالنسبة له كان عارف ان هو ممكن ياخد اعدام او على الاقل خالص مؤبد 25 سنة. ولكن المحامي في الوقت ده كلم القاضي قال له انا عايز فقط لا غير اللي احنا نقيس الموضوع للخيانة الزوجية، لو اي حد اتحط في الموضوع ده واي حد اتحط في المواقف دي كلها. يعني جاله الجواب وعرف ان مراته بتخونه وكل ده، وقرر ان هو برضه ما ينهيش حياته، قرر ان هو يعيش حياته وينتقله من مكان تاني. ولكن الزوجة بجبروتها بقسوتها بخيانتها قررت برضه ان هي تخونه للمرة التانية والتالتة والرابعة بعد حتى ما انتقلوا للمكان لمكان تاني. علشان كده القاضي ادى للراجل ده براءة بعد سنة احتياطي حبس، يعني اتحبس
في محبسه لمدة سنة، واخد في الاخر حكم البراءة. اعتبر القاضي ان هو الراجل ده كأنه شاف مراته في وضع الزنا، علشان كده قرر القاضي بعد سنة من دخول الشخص ده للمحبس ان هو ياخد براءة. وكانت من اغرب القضايا في الخيانة الزوجية، وفي الاخر اخدت براءة بالرغم من وجود جثة معينة. القضايا كتير وقضايا الخيانات كتيرة جدا واشكالها مختلفة، ولكن في المجمل الموضوع واحد، ثالوث مرعب. راجل وست وزوج، او زوجة وراجل وعشيق، ايا كان كلهم بيتخلطوا مع بعض. ربنا يسترها علينا وعليكم في كل حاجة وحشة يا رب. السلام عليكم.